مرحبا، كيفكم طلاب الصف الرابع؟ اليوم درسنا صفحة 92 عن الشبكة نتورك. زي ما شايف أنت في كتابك، عندك هذا الشخص عنده كمبيوتر وعليه برامج، هذا الشخص عنده كمبيوتر وعليه برامج، هذا الشخص هذا الشخص هذا الشخص هذا الشخص، كل شخص موجود في أحد أنحاء العالم. بحكي لك يا مس، الشبكة مجموعة من الحواسيب، هذول الشباب عاملين شبكة، مجموعة من الحواسيب المتصلة ببعضها البعض. طب احنا اشخاص، لما انا امسك بايدك هذه شبكه؟ لا، حواسيب. لازم الحاسوب يكون برنامج ذكي او جهاز ذكي، مش بس الكمبيوتر. حاسوب يعني تابلت، يعني موبايل، يعني اي جهاز بيشبك على النت. حتى البلاي ستيشن اذا شبك على النت يعتبر جهاز حاسب متصل ببعض البعض، تتشارك في الاجهزه والبرامج. انا عندي جهاز تليفون شابك على الانترنت، وانت عندك جهاز تليفون القديم هذا اللي ما في انترنت اصلا. هل انت بتعتبر انك معك جهاز حاسب؟ لا. هلا هو موبايل لكنه غير حاسب، مش جهاز حاسب ذكي بسموه، لا يشبك على الانترنت. اذا انت لازم يكون معك جهاز حاسوب، وانا عندي جهاز حاسوب او جهاز حاسب. طب جهازك الحاسب انت ما بيشبك على الانترنت، انا جهازي بيشبك على الانترنت، بقدر ابعث لك ايميلات؟ لا، ما رح تقدر انت تستخدم الانترنت لانه جهازك مش شبك على الانترنت. يعني اولا يجب ان يكون معك جهاز حاسب ذكي متصل بالانترنت، وأنا معي جهاز حاسب ذكي متصل بالإنترنت. ثانياً والبرامج، تتشارك بالأجهزة والبرامج. أنت عندك واتساب، أنا ما عندي واتساب، فكيف أنت راح أقدر أبعث لك إذا أنت ما عندك واتساب؟ أنت عندك فيسبوك، أنا ما عندي فيسبوك، تقدر تبعث لي فيسبوك وأنا ما عندي فيسبوك. عشان هيك بنسمي الشبكة مجموعة من الحواسيب متصلة ببعضها البعض، تتشارك بالأجهزة والبرامج. لازم يكون معنا جهاز حاسب ذكي متصل بالإنترنت، ولازم أنا عندي نفس البرنامج اللي أنت عندك. هذا تعريف الشبكة. خدمات الإنترنت، عندنا خدمات كثير للإنترنت، إحنا عندنا أول 6 منها. بحكي لك أول إشي التصفح والبحث. بدي أجي أنا هون أقول له شو في عندك أشهر برنامج بحث في العالم. عندنا الجوجل هو أشهر برنامج بحث، بدي أكتب فيه الكرة الأرضية. أعطاني 646 ألف نتيجة في خلال 34 ثانية. طب عندي أكم من وين إيش عندي نتائج؟ أعطاني فيديوهات، أعطاني صفحات، أعطاني صور. هيها في عندي صور، عندي خرائط، عندي فيديو، وفي عندي تكست اللي هي نص، صح ولا لا؟ عندي هاي صفحات. إذا أنا التصفح والبحث، استعراض المواقع، هاي الموقع الأول، هاي الموقع الثاني، الثالث، هاي بدي إيش أتصفحهم، استعراض المواقع ومشاهدتها والبحث عن المعلومات. فتحت أنا واحد من المواقع وبدي أبحث عن المعلومات داخله. هي عناصر الأرض الجميلة، خطوط الظل الخلفية ثلاثية الأبعاد، الأرض ناقلات أيقونات. فهمنا كيف؟ إذا أنا أول إشي عندي، أول فائدة من أو خدمة من خدمات الإنترنت، التصفح والبحث. صفحة 92 تحكي لنا استعراض مواقع ومشاهدتها والبحث عن المعلومات. ثاني إشي أنا عندي البريد الإلكتروني. البريد الإلكتروني هو عبارة عن إيش؟ هي بريد إلكتروني، أنا عاملة إيميل على الياهو. عندي أكثر من مزود خدمة، في عندي ياهو، في عندي جيميل، في عندي هوت ميل. إذا أنا عندي الشركة اللي أنا مستخدمتها أو مزوديتني بخدمة الإيميل، أنا عندي ياهو. بحكي لك الياهو، أنا عندي هون إيميلات برسل وبستقبل منك الرسائل. هاي الرسائل المستقبلة وهي الرسائل المرسلة، هاي سنت، هاي الرسائل المرسلة. في عندي كمان أكثر من خيار، بقدر أنا أي رسالة عندي، هاي المرسلة، بقدر أنا أي رسالة عندي إني أبعثها أو أستقبلها، أخزنها، أحذفها، أفتحها أكثر من مرة. هيها بقدر أنا أرجع أرسلها، أعملها رد، أرد عليها، أرد عليها لأكثر من شخص، أبعث لأكثر من شخص الرد عليها. فهمنا؟ هذا بنسميه البريد الإلكتروني ياهو، البريد الإلكتروني إيميل. في عنا ياهو، في جيميل، وفي هوت ميل، في أكثر من واحدة بس للأشهر ثلاث. بحكي لك ثالث إشي، أنا عندي تشاتنج، برامج محادثة. في عندك سكايب، في عندك ماسنجر، في عندك توك، لاين، فايبر، واتساب، في عندك تانجو، في عندك أكثر من برنامج محادثة. أنا برامج المحادثة هي برامج الشات، أنا ببعث لك عليها مسج وأنت تبعث لي مسج، كلنا بنعرف الواتساب. الاتصال الفوري بأي شخص متصل بالإنترنت، أنا بقدر أرن عليك واتساب صوت وصورة، أو أبعث لك محادثة
شات يعني كتابة، صح ولا لا؟ الاتصال الفوري بأي شخص متصل بالإنترنت، لازم يكون عندك إنترنت وعندك نفس البرنامج. عن طريق الكتابة أنا بقدر أكتب لك كلام أو التحدث بالصوت والصورة، نعرف كلنا إحنا هاي البرامج. طيب رابعا بحكي لك التسوق عبر الإنترنت. أنا عندي مثلا برامج كثير أو مواقع كثير تسمح لي إني أنا أجي أتسوق. هاي بحكي لك مثلا عندي الدزدان هاد، حقائب كتف لونها مثلا بيج، 16 دولار. بدي أنا أحطها بالسلة وأدفع لهم عن طريق مثلا الفيزا، أو أدفع لهم كاش بس يوصلني، وإني أشتري هاي القطعة وأنا في المنزل. بحكي لك التسوق عبر الإنترنت، التجارة الإلكترونية، شراء المنتجات والكتب دون مغادرة المنزل. أنا بقدر أشتري منتجات، بقدر أشتري كتب، بقدر أشتري طعام، صح ولا لا؟ خامس إشي بحكي لك التسلية. هاي هون نيجي بحكي لك بريد الإلكتروني، محادثة، التسوق عبر الإنترنت والتسلية. شو في عندي تسلية؟ ممكن أنا فيسبوك أعتبره تسلية، ممكن أنا عندي ألعاب مجانية، أنا عندي هايها سبواي سيرفس، في عندي هاي عندي أكثر من لعبة. تفرج محلى هذا الموقع اللي هو بيحط لي ألعاب أونلاين مجانية، أنا بقدر ألعب هاي ألعاب مجانية أونلاين. فهمنا كيف تسلية؟ الفيسبوك يعتبر تسلية، اليوتيوب يعتبر تسلية، صح ولا لا؟ بحكي لك كمان توفر مجموعة كبيرة من الأنشطة والألعاب. خدمات أخرى مثل حجز تذاكر طيران وفنادق. هاي أنا عندي فنادق، أنا بدي أحجز مثلا، هاي بدي أحكي له البحر الميت. البحر الميت بدي أحجز فندق في البحر الميت، هاي عن طريق الإنترنت بيجيب لي هون المنتجعات الموجودة وين في البحر الميت. فهمنا؟ فهمنا كيف أنا بقدر أحجز عن طريق البحر الميت أو عن طريق تذاكر طيران أو فنادق، وأقدر أكتب الملكية الأردنية وأحجز تذكرة طيران عليها. بقدر كمان إنجاز بعض المعاملات الرسمية، باجي مثلا على الضمان الاجتماعي وبسجل على الضمان الاجتماعي أي خدمة لقانون الدفاع. دوائر حكومية، بقدر أنا أفوت على مثلا موقع وزارة العدل اللي هي المحاكم وأطلع عدل محكومية. أخبار العالم، متابعة أخبار العالم، أنا عندي ممكن جريدة الدستور، هي محمد الوكيل الإخبارية، هي الوكيل الإخبارية، عم بطلع على أخبار اليوم، السعودية تلزم الأجانب القادمين بامتلاك تأمين صحي. فهمنا؟ هي بقدر أنا أدور على الأخبار. إذا في عندنا خدمات أخرى، حجز تذاكر طيران، إنجاز بعض المعاملات الرسمية للمؤسسات والدوائر الحكومية، ومتابعة أخبار العالم. إذا هاي هي خدمات الإنترنت. حكينا عن الشبكة وحكينا عن خدمات الإنترنت. بدي أفتح صفحة 94. صفحة 94 مهم جدا جدا، حتى لو مش بأي امتحان. هاي إلنا بحكي لك أخلاقيات التعامل مع الإنترنت. بس إيش يعني أنا أتعامل مع الإنترنت بأخلاقي؟ بحكي لك الخروج مباشرة من أي موقع يعرض معلومات تتعارض مع المفاهيم والأخلاقيات المتعارف عليها. أنا فتت على موقع لقيت هذا الموقع فيه مسبيات كتير، ألفاظ غير مؤدبة، في صور غير مؤدبة، في معلومات ما بصيرش أنا أطلع عليها، معلومات مسروقة، بيانات مسروقة، صور مثلا مش إلي. هاي بسموها أخلاقك. أنت لما تشوف هاي الأخلاق لازم أنت فورا تطلع من الموقع اللي أنت موجود فيه. الخروج مباشرة من أي موقع يعرض معلومات تتعارض مع المفاهيم. مثلا بيحكي لك هذا الموقع مثلا إيش نحكي، يتعارض مع الشريعة الإسلامية، بيحكي لنا اشياء خطأ مش موجودة بالشريعة الإسلامية، انه كيف خلقنا، كيف هاي. طب هاي احنا عارفين احنا مسلمين مثلا او اصحاب كتاب، ما بصير ان نضلنا نقرأ هاي الاشياء، لانه الله اصلا حتى بالسنة منعونا ان نقرأ اشياء خارج السنة النبوية او خارج الدين، صح ولا لا؟ فانت لازم تطلع من هذا الموقع فورا. عدم الادلاء باي بيانات شخصية تتعلق بك وباسرتك لاي موقع على الانترنت. اجى هذا موقع الانترنت بيقول لك اعطيني رقم تليفون امك، تروح تعطي رقم تليفون امك، اختك، تعطي رقم تليفون اختك، تحط صور الك ولا عائلتك، تروح تحط صور عائلتك على الانترنت. اعطينا مثلا رقم حساب والدك، تروح تعطيه رقم حساب البنك تبع ابوك مثلا. ما بصير، ما بصير بياناتك الشخصيه، ما بصير. بصير واحد يحكي لك مثلا، بيحكي معك، بيحكي لك انا بعرف معلومات عن اهلك وانا بعرف مش عارف ايش، وبكون سرق نصاب، بني ادم خطأ، بده اشي مش كويس، بده يضرك، صح ولا لا؟ اذا عدم الادلاء باي بيانات شخصية تتعلق بك او باسرتك لاي موقع على الانترنت ما بصير.
بيسحب بطاقتك على الموبايل، صح ولا لا؟ الحرص على ذكر مصدر المعلومات عند كتابة أي موضوع البحث عنه. مس عندنا بالإنترنت إذا أنت أخذت إشي مش أنت اللي كاتبه تعتبر إنك سارقه، لأنه في الإنترنت عندنا حقوق طبع محفوظة، حقوق طبع محفوظة. ما بصير تأخذ أي مصدر إلا تكتب المكان أو الموقع أو الكتاب أو المعلومة اللي أنت جبتها منها، فهمنا؟ هي لازم أنت أيام بتشوف على الفيسبوك واحد كاتب كلام، بتروح بتاخذه بتنقله، صح ولا لا؟ لازم تحكي من مين نقلته، لانك اذا نقلته ممكن يحكي لك انت سرقت الكلام، انا هذا الكلام انا اللي مؤلفه، هاي القصيده انا مؤلفها، انت سرقتها، هاي بتدخل فيها ايش؟ هاي جرائم الكترونيه بنسميها. ما بصير تسرق اي شيء من الانترنت او تاخذ الا تكتب المصدر المعلومه، مين اللي كاتب هذا المعلومه، انت من وين جبتها، من وين اخذتها. 4، تذكر دائما انك تمثل اسرتك ومدرستك ووطنك، فكن خير قدوه. هلا انت بصير تروح تسب، مثلا انت اردني بصير تروح تسب على سوريا، بصير تروح تسب على مصر، بصير تيجي في اخواننا المصريين، انت كل واحد يمثل لوطنه، ما بصير انت تعمل مشكله لوطنك. يا ما صار عندنا مشاكل بين وطن ووطن لانه مثلا اجى واحد حكى مثلا السوريين كذا كذا، انت مش انت متمثل سوريا، لازم تكون مؤدب، مس لازم تحترم وطنك، لانك انت بتمثل الاردن، انت اردني بتمثل الاردن، انت بتمثل مثلا مدرسة الوسيلة بتمثل مدرستك، ما بصير انك تروح تحكي عن اي مدرسة ثانية، بصير ممكن يجي واحد يقاضي مدرستك، انت عندك طالب او مدرسة او من كذا حكت على مدارس ثانية، انت بتمثل مدرستك، هسه ممكن يحكي واحد هذا غير مؤدب، هطالع من اي مدرسة، من مدرسة فلان، هطالع من اي بلد، اه والله هذا اردني، بصير انت تحكي هيك، هذا من اي عيلة، والله من عيلة فلان، اه والله ما بصير يحكي هذا الفلاني من الفلان، ممكن تعمل مشكلة لاسرتك ولعيلتك ولعشيرتك كاملة. فأنت تذكر دائما أنك تمثل أسرتك مدرستك ووطنك، فكن خير قدوة. أنت زي ما بتحترم أبوك بتحترم أمك بتحترم عيلتك، لازم تحترم إيش، تحط ببالك أنك هاي بتعكس أدبك، بتعكس أخلاقك، بتعكس أدبك وأخلاقك لمدرستك، بتعكس أدبك وأخلاقك كأردني. عند استخدام المحادثة احترم رأي الآخرين. واحد حكى أنا بحبش البرد، الكل كتب لي أنت إيه بتفهمش، أنت رأيه، رأيه هو حر برأيه، انت ما إلك في رأيه، انت بتحكي فكرتك، بتحكي رأيك، لكن ما تعترض عن رأيه، فهمنا؟ تنتهي حريتك عند بداية حرية الآخرين. ممكن اشي تافه بس انت ما بصير تحكي عنه، هذا رأيه بالآخر، انت ما بصير تتدخل فيه. لهنا خلصنا صفحة 94، اللي بعديها رح نحكي عن برنامج متصفح الإنترنت، حكينا عن أخلاقيات التعامل وحكينا عن خدمات الإنترنت وعن الشبكة. مرحبا، كيفكم طلابي، شو أخباركم؟ المرة الماضية حكينا عن تعريف الإنترنت، حكينا هي شبكة ضخمة منتشرة حول أنحاء العالم، شبكة ضخمة منتشرة حول أنحاء العالم، كل شخص بيقدر معاه كمبيوتر حاسبي والشخص المقابل معاه كمبيوتر حاسبي بيقدر أنهم يتنقلوا المعلومات فيما بينهم، بيتحدثوا عن طريق شبكة الإنترنت في أي مكان بالعالم عن طريق بروتوكول يسمى بروتوكول التراسل الخاص في برنامج الإنترنت. اليوم يا طلابي رح نحكي عن متصفح الإنترنت، أنا كيف بدي أستخدم هذا الإنترنت؟ أنا لازم يكون عندي برنامج أستطيع من خلاله أني أفتح الإنترنت أو أستخدم الإنترنت. بحكي لك متصفح الإنترنت هو برنامج يمكننا من عرض صفحات الإنترنت والاطلاع على محتوياتها والبحث عن أي معلومة نريدها. كنت أنا لما بدي أدور على أي معلومة كنت أجي لكم هون على جوجل كروم وأجي أحكي لكم بدي أدور مثلا على إيش، هي الإنترنت، صح؟ سوري، على الإنترنت كان يعطيني الصفحات اللي أنا بقدر أفتح فيها الانترنت. مثلا هون انا طالب صور بجعل الكل بقول له اعطيني صفحات. اذا حكينا برنامج متصفح الانترنت هو برنامج يمكن من خلاله عد صفحات الانترنت. لو انتبه انا باجي بفتح صفحه ورا صفحه، هسه بدي افتح لي صفحه الويكيبيديا، فهمنا كيف؟ صفحه ورا صفحه عرض صفحات الانترنت والاطلاع على محتوياتها. فتحت ويكيبيديا، ويكيبيديا ايش فيها؟ معلومات عن الانترنت. هلا بطلع لي اياها، بحكي لك شبكه الانترنت او
يتلقى بشبك المعلومات، الشبكة العالمية، الشبكة العنكبوتية. إذا أعطاني على أهم معلومات موجودة في إيش في هاي الصفحة. إذا متصفح الإنترنت، إنترنت إكسبلورر، هذا إنترنت جوجل كروم، هذا الإنترنت إكسبلورر ماشي، هو برنامج يمكن من خلاله عرض صفحات الإنترنت. هاي أنا فتحت صفحة ورا صفحة، إيش بدنا نشوف هنا؟ تبرع مثلا، هاي فتحت صفحة ثانية. فهمنا كيف بفتح صفحات الإنترنت والاطلاع على محتوياتها؟ هاي محتوياتها، هاي محتوياتها، شايفين كيف التبرع؟ عم بورجيني كيف إني أتبرع، والبحث عن أي معلومة، عن أي معلومة بدي إياها، باجي بكتبها مثلا في جوجل، بكتبها هون، بقدر أنا أبحث عنها وإني إيش؟ أطلع عليها. إذا نيجي أول إشي بحكي لك متصفح الإنترنت، إنترنت إكسبلورر. إنترنت إكسبلورر هو هذا البرنامج، هذا البرنامج دائما بينزل مع الويندوز. اي زرقاء عليها زي دويره صفراء. هذا البرنامج بحكي لك يمكننا من عرض صفحات الانترنت. تعال يا انترنت اكسبلورر، هيو بعرض لي صفحه الانترنت وايش والاطلاع على محتوياتها. هي صفحه الانترنت، هون انا فاتحه جوجل، هون انا فاتحه دار الرضوان للنشر والتوزيع اللي هي دار النشر لكتابك الحاسوب، هي دار الرضوان. باجي بفتح على المعلومات الاطلاع على هاي الصفحه. اذا يمكن من عرض صفحات الانترنت والاطلاع على محتوياتها والبحث انا اي معلومه نريدها. بدي ابحث انا مثلا عن كتاب حاسوب في دار الرضوان، عن كتاب انجليزي، عن كتاب رياضيات. هي عم باجي هون وبدور، هي فرسان الرياضيات، فرسان الحاسوب، فرسان العلوم. فهمنا؟ اذا هيك هذا يعتبر تعريف متصفح الانترنت، الانترنت اكسبلورر. بس انت عم تفتحي هذا البرنامج وعم تفتحي هذا البرنامج وعم تفتحي هذا البرنامج، بحكي لك انترنت اكسبلورر هو اشهر متصفح موجود عندنا بالعالم، بيفتح انترنت من بدايه الانترنت. اجت شركات ثانيه قالت انا كمان بدي اعمل برامج تفتح لي الانترنت او تفتح لي خدمه الانترنت. ففي عندنا جوجل كروم وفايرفوكس، جوجل كروم وفايرفوكس. جوجل كروم خاص في شركة جوجل، وفايرفوكس عملوه لويندوز تاني، مش ويندوز اكس بي او مثلا 7 او 10، لا بسموه لينوكس او وينكس. اوكي طيب بدك تحكي لي، بس انت بيزبط عندك على كمبيوترك هذول الثلاث برامج، هذول الثلاث متصفحات؟ بقول لك اه، هي انترنت اكسبلورر وانا مستخدمته هون، هي انترنت اكسبلورر، هي الاي الزرقاء. طب جوجل كروم يا مس؟ اه هاي جوجل كروم وانا مستخدمته هون، هاي جوجل كروم. حلو، بدي اجي هون بدي افتح صفحه جديده، هاي جوجل كروم، هاي شعار جوجل كروم، انا بورجيك شعار جوجل كروم. طيب الثالث مس، هي فايرفوكس، هو عباره عن ثعلب ديله زي النار، حوله كره زرقاء، حوالين كره زرقاء. هيك حكيت لك عن ثلاث اشهر برامج لفتح او تصفح خدمه الانترنت، فهمنا؟ فايرفوكس وجوجل وانترنت اكسبلورر، فهمنا؟ اذا صرنا حاكيين عن متصفح الانترنت، انترنت اكسبلورر اللي هي الاي الزرقاء، وظيفته او وظيفه اي واحد من البرامج هاي متصفحات الانترنت، يمكننا من عرض صفحات الانترنت والاطلاع على محتوياتها والبحث عن اي معلومات نريدها. فهمنا؟ من اشهر المتصفحات عندي انترنت اكسبلورر اللي هي الاي الزرقاء هاي اللي عليها زي دوارة ذهبية، جوجل كروم اللي هي عبارة عن دائرة أزرق بالنص وثلاث ألوان على الطرف، وفايرفوكس اللي هي عبارة عن ثعلب ديلو زي النار على كرة زرقاء. هذولا ثلاث أشهر برامج ممكن إنها هي الفايرفوكس. فهمنا؟ هي برنامج فايرفوكس مش صعب، نزلته وفتحته. إذا هذول ثلاث أشهر برامج نستخدمها عشان تزودنا بخدمة الإنترنت. طب بحكي لك مس، انا انترنت اكسبلورر وين ممكن الاقي؟ بحكي لك خطوات فتح برنامج متصفح الانترنت، انترنت اكسبلورر. زي اي برنامج، اول اشي اضغط على زر ابدا ستارت، وين ستارت؟ هيها، اضغط على زر ابدا ستارت. ثاني اشي بحكي لك اختر كافه البرنامج اول بروجرام، هيها اول بروجرام. اول خيار في قائمه ستارت، بعطيني قائمه، اول خيار فيها اول بروجرام، كبست عليه. ثالث اشي اختر برنامج انترنت اكسبلورر، هي برنامج انترنت اكسبلورر. فورا لما بفتح عليه بفتح لي متصفح الانترنت او برنامج انترنت اكسبلورر، هي انترنت اكسبلورر، هي شعار. فهمنا؟ طبعا باجي انا هون مثلا بكتب جوجل،
افتح لي جوجل او اي صفحة انا بدي اياها. فهمنا؟ هاي افتح لي جوجل. طيب تظهر نافذة برنامج انترنت اكسبلورر، هو فتح لي اياها وانا فتحت منها ايش؟ جوجل، فتح لي اياها على السريع. اذا 4 خطوات لفتح برنامج انترنت اكسبلورر: ستارت، اول بروجرامز، انترنت اكسبلورر، تظهر نافذة متصفح الانترنت، انترنت اكسبلورر. هي ستارت، اول بروجرام، انترنت اكسبلورر، تظهر لي نافذة متصفح انترنت اكسبلورر. فهمنا؟ حلو الكلام. هيك خلصنا 4 خطوات. بحكي لك طب يونس، ممكن يكون عندي انترنت اكسبلورر موجود على الديسكتوب؟ اه هي على الديسكتوب. طب بقدر افتحه بالنقر المزدوج بزر الفأر الايسر؟ هي نقرت نقرتين مزدوجات بزر الفأر الايسر، فتح لي اياه. لكن اذا ما كانش موجود عندي على سطح المكتب ما بقدر اني اعمل له افتحه بهي الطريقه. اذا بيحكي لك الملاحظه: يمكننا فتح برنامج عن طريق النقر المزدوج بزر الفأر الأيسر إذا كان برنامجنا اللي هو الإنترنت إكسبلورر موجود على سطح المكتب ديسكتوب. نرجع على سطح المكتب، موجود عندي برنامجي؟ نعم موجود عندي إنترنت إكسبلورر، فايرفوكس، وجوجل كروم. بقدر أفتح أي أيقونة موجودة على سطح المكتب بالنقر المزدوج بزر الفأر الأيسر. هاي نقر مزدوج بزر الفأر الأيسر، فتح لي أيقونة إنترنت إكسبلورر. هاي طريقة. والطريقة الثانية اللي هي ستارت اول بروجرام انترنت اكسبلورر، انترنت اكسبلورر بفتح لي نافذة برنامج انترنت اكسبلورر. طيب ثلاثة، شوف شو بعديها. بحكي لك هاي النافذة تبعت متصفح الانترنت اللي هو الانترنت اكسبلورر، بحكي لك مكونات نافذة برنامج متصفح الانترنت. اول اشي عندي شريط العنوان. شو معنى عنوان؟ تايتل. شو معنى شريط؟ بار. تايتل بار بالعادة هون بيكون إغلاق وتكبير وتصغير. هذا الشريط اللي بجنب إغلاق وتكبير وتصغير بنسميه شريط العنوان. تعالي يا إنترنت إكسبلورر، بدي أجي أفتح على دار النشر للعنوان. شايفين إغلاق تكبير تصغير؟ هذا الشريط الأزرق اللي فوق أيام بيكون مكتوب فيه أشياء بنسميه شريط العنوان. شريط العنوان إغلاق تكبير تصغير، فهمنا؟ إذا هذا الشريط الأزرق الفاضي هذا اللي إحنا شايفينه هون في إغلاق تكبير وتصغير بنسميه شريط العنوان تايتل بار، تايتل بار. طب شريط عنوان الموقع، طب هي عنوان، شو بفرق العنوان عن عنوان الموقع؟ الموقع عندنا هون شو هو؟ موقع جوجل. أنا اللي اخترته هون موقع جوجل. طب موقع جوجل، أكم من موقع بالعالم اسمه جوجل؟ فيش غير واحد. أكم من موقع في العالم اسمه رضوان ببلشر؟ فيش غير واحد. أكم من موقع بالعالم اسمه فيسبوك؟ فيش غير واحد. يوتيوب؟ فيش غير واحد. هات نفتح يوتيوب. ها بدي اجي هون على الانترنت اكسبلورر، فتحت صفحة جديدة او تبويب جديد، بدي اكتب له يوتيوب. هاي يوتيوب، أكم من موقع رح يفتح لي؟ فيش غير موقع يوتيوب واحد اللي هو معروف على مستوى كل العالم. سوري، يوتيوب، هاي يوتيوب فتح لي هون. نيجي هون، هاي يوتيوب، فهمنا؟ إذا عنوان الموقع هيو www، هاي دوت اسم الموقع دوت ايش كوم اللي هو تجاري أو نوع هذا الموقع. إذا www دوت اسم الموقع دوت نوع الموقع هذا بنسميه عنوان الموقع، وبيكون موجود هون. لما انا افتح اي عنوان موقع بيفتح لي صفحته على السريع. لو كتبت انا هون www.facebook.com رح يفتح لي صفحة الفيسبوك. هون عندي www.redwanpublisher.com هي عنوان الموقع. جوجل www.google.com عنوان الموقع. اذا عنوان الموقع بحكي لك نص عنوان الموقع. بس دقيقة، بحكي لك لكل موقع عنوان خاص به ويستحيل تكراره. جوجل عندها عنوان خاص به مستحيل تكراره، www.google.com هذا خاص بجوجل. هو نص يشير إلى اسم الموقع ونوعه. اسم الموقع عندي هون شو؟ جوجل. نوعه كوم.
كوم اختصار لكوميرسال اللي هو تجاري، إذا موقع جوجل تجاري. حلو الكلام؟ جوجل دوت كوم، www.google.com، هو نص يشير إلى اسم الموقع وعنوانه، بنسمي هذا عنوان الموقع، اسم الموقع ونوعه، بنسمي هذا عنوان الموقع. طيب نيجي هون، شوفي كمان عندي، عندي شريط القوائم، شريط قوائم من نيوبار، تعال هون، شريط القوائم، شوفي عندي قائمة، عندي فايل، هاي أول قائمة، نفتحها، في عندي إيديت، في عندي فيو، في عندي فيفوريت، في عندي تول، في عندي هيلب، إذا هذا بنسميه شريط القوائم من نيوبار، شريط القوائم من نيوبار، فايل، إيديت، فيو، فيفوريت، تول. شوف هنا إيه، إحنا هنا شو حاطين؟ عندنا شريط القوائم ثلاثة رقمه، هي ثلاثة، مش بتأشر على فايل وإيديت وفيو وفيفوريت. أربعة شريط المتصفح، المتصفح أنا عندي هون إيش هو؟ إنترنت إكسبلورر. إنترنت إكسبلورر كيف شعارها؟ لعبارة عن إي زرقاء. هذا الشريط اللي فيه إي زرقاء عبارة عن شريط متصفحنا، شو اسم شريط متصفحنا؟ شريط متصفح إنترنت إكسبلورر، إكسبلورر بار. اكسبلورر بار نيجي هون، هي انترنت اكسبلورر، هي رمزها وهي رمزها. شو بنسمي هذا الشريط اللي فيه رمز الانترنت اكسبلورر؟ اكسبلورر بار، شريط المتصفح، شريط المتصفح. شريط التحريك اللي هو سكرول بار، هي سكرول بار، هذا بنسميه سكرول بار او شريط التمرير. هي نيجي على رضوان ببلشر، هي شريط التمرير، هي شريط التمرير لفوق وتحت، بنسميه سكرول بار، شريط التمرير. آخر إشي شريط الحالة، لو انتبهنا هنا بيوصف لي حالة الصفحة اللي إحنا فيها. هنجي هون نحكي له رضوان ببلشر عندك 100% الفتح، بدي أجي أنا أختار أي إشي هون وأقول له افتح لي إياه. شفتوا أول ما إجيت هون، استنى طيب هيبدأ أورجيكم، شوفوا بس إجيت على اي مكان بيجيب لي هون معلومات ان ايش الصفحه اللي بدي افتحها، هي www.radwanpublisher.com Arabic يعني بالعربي e-learning book يعني كتاب اونلاين. طب اجي هون سلسلات براعم، هي سيريز، سيريز اي اس بي اكس، نيجي مثلا اشبال، بدي اجي هنا يعني بوصف لي حاله ايش الصفحة اللي أنا فاتحتها. هاي شوفوا هون أشبال، كاتب لي هون سلسلة أشبال التعليم، أشبال العربية طبعة خاصة، أشبال العربية طبعة خاصة، هاي هون بيكتب لي إياها. هاد بنسميه شريط الحالة لأنه بوصف لي حالة الصفحة اللي أنا فيها. ها كراس الخط الكتاب الثاني، هون إيش طبعة خاصة الكتاب الثاني، هنا أشبال الرياضيات طبعة خاصة الكتاب الثاني. فهمنا كيف وصف لي حالة الصفحة اللي أنا بدي أفتحها؟ إذا هذا نسميه status bar، شريط الحالة، شريط الحالة status bar اللي هو رقم 6، اللي هو رقم 6. هيك خلصنا مكونات نافذة برنامج متصفح الإنترنت، متصفح الإنترنت. آخر إشي بدي أحكي عن موقع، عن عنوان الموقع اللي حكينا عنه ادرس بار. بدي اعيد، لكي تتمكن من تصفح موقع انترنت اي متصفح اي موقع انترنت لازم يكون له عنوان www.google.com www.facebook.com رضوان ببلشر مدرسة الوسيلة يوتيوب. اذا هو لابد من معرفة عنوان الموقع. كيف نعرف عنوان موقع؟ نكتب www دوت جوجل اسم الموقع دوت كوم نوع، اذا هو نص يشير الى اسم الموقع ونوعه. طيب هذا اذا كانت جوجل، اذا كانت يوتيوب www.youtube.com، شو معنى دوت كوم؟ تجاري. بدي اجي على جوجل واكتب له جامعه، بدي اكتب له جامعه، هي الجامعه الاردنيه، هي اكتب هي الجامعه الهاشمية، هي الجامعه الاردنيه، بدي اجي على موقعها www.gujordanuniversity.edu. شو معنى edu؟ education تعليميه، .com تجاريه، .edu تعليميه. فهمنا كيف غير لي نوع الموقع؟
دجة خاصة في الأردن، فهمنا؟ إذا أنا مش كل المواقع عندي نوعهم دوت كوم، في عندي أنواع ثانية رح نذكرها بعدين، لكن في الوقت الحالي هذا هو موقع، عنوان الموقع www.juj يعني جوردان يونيفرسيتي دوت اديو دوت جو. يعطيكم ألف عافية. هيك حكينا عن عنوان الموقع، طبعا حكينا عنوان موقع الجامعة الأردنية، فيش ولا موقع بالعالم بيشبهه، جوجل، فيسبوك، يوتيوب، تويتر، هذول المواقع لكل موقع عنوان خاص به ويستحيل تكراره. يعطيكم ألف عافية. نكمل طلابنا صفحة 98. صفحة 98 تحكي لك تصفح الإنترنت. بالأول حكينا إحنا عن عنوان الموقع. عنوان الموقع هو نص يشير إلى اسم الموقع ونوعه. اسم الموقع جوجل، نوعه دوت كوم تجاري اللي هي اختصار كوميرسال. أخذنا أول ثلاث أحرف من كلمة كوميرسال وحطيناها إيش اختصار إلها، صارت تعني لي إنها نوعها تجاري. كوم www الشبكة العنكبوتية للمعلومات، وورد وايد ويب أخذنا أول حرف من هون وأول حرف من هون وأول حرف من هون، معناها إنه هذا الموقع إحنا بنستطيع فتحه عن طريق الإنترنت. هي www.جوجل اسم الشركة، جوجل، فيسبوك اسم شركة فيسبوك، يوتيوب اسم شركة يوتيوب، مثلا مايكروسوفت اسم الشركة مايكروسوفت، تويتر اسم الشركة تويتر. دوت كوم هو نوعه، نوعه تجاري. طبعا في عندي أنواع كثيرة لكن إحنا بنأخذ منها في هذا الفصل دوت كوم تجاري. بحكي لك عنوان الموقع هو نص يشير إلى اسم الموقع ونوعه. اسم الموقع ونوعه، اسم الموقع جوجل نوعه دوت كوم، ولكل موقع عنوان خاص به ويستحيل تكراره. لو أنا رحت على أي موقع، هي أي موقع مثلا هون بدي أجي أكتب www، نكتب الإنجليزي www.google.com، رح يفتح لي موقع فياته موقع مدرسة، رح يفتح لي موقع فياته كتب، لا رح يفتح لي موقع الشهير اللي هو google.com، لأنه لكل موقع عنوان خاص به ويستحيل تكراره. هذا الجوجل شرطه شركة جوجل، مش موجود بالعالم أي موقع اسمه جوجل إلا لشركة جوجل. هي أول ما بكبس عليه بفتح جوجل. معقول أفتح أنا صفحة فيسبوك يطلع لي يوتيوب، أو يطلع لي موقع شراء، أو يطلع لي موقع حجز تذاكر؟ لا، رح يطلع لي إيش الموقع اللي أنا فتحته. إذا جوجل فتحت لي جوجل. إذا إحنا بنيجي هون نحكي لك عنوان الموقع، حيه وين موجود؟ موجود في شريط عنوان الموقع www، الشبكة العنكبوتية للمعلومات، World Wide Web، اسم الشركة أو الموقع جوجل، اسم الموقع نوعه دوت كوم، نوعه دوت كوم. بدي أجي أحكي لك مثلا الضمان الاجتماعي. هاي الضمان الاجتماعي الأردني، شوفوا كيف الضمان الاجتماعي الأردني بيحكي لك عنوان الموقع له SSC دوت، هاي Social Security Corporation، SSC هي اختصار S والS والC، دوت government، government هي مش كوم. ليش government؟ gov يعني اختصار government اللي هو حكومي، دوت جو الخاص في الأردن، و www ها ايش اللي هي شبكة العنكبوتية للمعلومات World Wide Web. فهمنا كيف احنا بنقسم اي موقع او اي عنوان موقع؟ www شبكة العنكبوتية للمعلومات، هذا اسم الموقع SSC، نوعه government أو كوم تجاري، لأي بلد؟ للأردن، جوردن. فهمنا؟ في آجي كمان، آجي هون بحكي لك إذا هو نص يشير إلى اسم الموقع ونوعه، ولكل موقع عنوان خاص ويستحيل تكراره. حلو الكلام. متصفح الإنترنت، حكينا إنترنت إكسبلورر أو جوجل كروم، إنترنت إكسبلورر أو جوجل كروم أو فايرفوكس، أو فايرفوكس. فهمنا؟ إذا أنا عندي هاي المواقع أو متصفحات الإنترنت، جوجل كروم، إنترنت إكسبلورر أو فايرفوكس. متصفح الإنترنت إيش تعريفه؟ هو برنامج يمكن من خلاله عرض صفحات الإنترنت. إحنا فتحنا صفحة الإنترنت وعرضناها اللي هي صفحة الضمان الاجتماعي، اطلعنا على محتوياتها، نيجي هون نطلع على محتوياتها إيش في عندها خدمات. ثالث إشي شو في عندنا كمان؟
والبحث عن أي معلومات، نبحث عن أي معلومات في الصفحة اللي أنا بدي إياها. حكينا مثال www.google.com، www اللي هي World Wide Web، أخذنا أول حرف أول حرف أول حرف، شبكة العنكبوتية للمعلومات، اسم الشركة أو اسم الموقع اللي هو جوجل، نوع هاي اسم الموقع ونوعه، نوعه تجاري، نوعه تجاري كوميرسال. الصفحة اللي بعديها بتحكي لك، الصفحة اللي بعديها إنه البحث في الإنترنت، بحكي لك صفحة 98 أنا بدي أبحث بالإنترنت، بحكي لك نضع أولا المؤشر في شريط عنوان الموقع، مثال استخدم موقع البحث الشهير اللي هو جوجل، اكتب كل اكتب ما يلي في شريط عنوان الموقع. أنا هيني فتحت جوجل، بدي أجي هون أكتب جوجل، هيها جوجل، بس هيك صح. بحكي لك اكتب عنوان الموقع، أنا كتاب تبعك من دار النشر، من دار الرضوان، دار الرضوان للنشر والتوزيع. هاي بدي اجي على الجوجل واحكي له دار الرضوان للنشر والتوزيع. هيها مثلا لتصفح موقع دار الرضوان للنشر والتوزيع الخاص في كتابة، رح يفتح لي يوتيوب، رح يفتح لي موقع فيديوهات، لا رح يفتح لي موقع خاص في دار النشر رضوان للنشر والتوزيع. هيها رضوان ببلشر دوت كوم، هيها بدي اكبس عليها، فتح لي ايش صفحة، حطيت انتر، فتح لي صفحة دار الرضوان، هاي الحاسوب، فرسان الحاسوب، فهمنا؟ هاي فرسان الحاسوب، هاي كتابك، هاي كتاب صف رابع، هاي كتاب صف خامس، هاي كتاب صف سادس، هاي ثالث، فهمنا؟ إذا هاد هو اللي هو دار الرضوان، هي من سنوات، من سنوات وهو ايش؟ فتح لي دار الرضوان، إذا هذا دار الرضوان www.radwanpublisher.com خاص في دار الرضوان. تظهر الصفحة الخاصة بدار الرضوان. طيب افتح لي صفحة 100 تحت مكتوب عندك ملاحظة، انا لو اكبس هون ما في اشي، هاي المؤشر عندي ايش؟ زي مثلث. بحكي لك اثناء التصفح يتحول شكل المؤشر الى ايش؟ على شكل اصبع، ايد طالع منها اصبع، هيها هيها هون ما في ايد، ليه؟ هسه بدنا نعرف. عند مرور هذا المؤشر على بعض الصور، هاي صورة اجا فوقها هذا المؤشر، أو النصوص، هي نص صح ولا لا؟ في الصفحة الرئيسية، وهذا يعني وجود رابط عند الضغط عليه يمكن ينقلك إلى مكان آخر داخل أو خارج الموقع، يعني يا بوديني على مثلا بالصفحة هاي نفسها لتحت لفوق مثلا صح؟ أو بوديني لصفحة ثانية، أو مثلا كيف أنا لما كنت جوجل وكتبت وداني لصفحة ثانية اللي هي دار الرضوان، وداني لصفحة خارج موقعي، هاي اللي توديني لصفحة داخل موقعي. هي فتحت لي صفحة ثانية، إذا إلى مكان آخر داخل صفحتي أو خارجها. هي بدي أجي هون أكتب الكتاب التفاعلي، أول ما إجيت فوق هاي الصورة صار عندي المؤشر على شكل إيد لها أصبعين، هاي الإيد بتحكي لك إنه أنا أول ما بكبس بزر الفأر الأيسر رح ينقلني لصفحة رئيسية ثانية، وهذا يعني وجود رابط عند الضغط عليه رح ينقلني لإله. هاي أول ما كبست عليه وداني لصفحة ثانية، فهمنا كيف؟ فهمنا كيف؟ نرجع لورقتي. بيحكي لك مثال استخدم موقع البحث جوجل، احنا استخدمناه، اكتب ما يلي عنوان الموقع www.google.com، احنا كتبنا، ابحث عن الكرة الارضية، بدي اجي هون وابحث عن الكرة الارضية، هاي بدي اجي هيك، هاي بحث عن الكرة الارضية، هاي وانت بيعطيني ممكن صور، ممكن خرائط، ممكن فيديو، ممكن تكست نص كلام. بيحكي لك كيف بحثنا عن الكرة الأرضية، مثلا تستطيع البحث بعدة لغات، أنا بدي أكتب جوجل إيرث أو الكرة الأرضية، هيها إيرث، إي سوري، هيها إيرث. إذا البحث بالإنجليزي وبالعربي، إذا أنا بستطيع حتى لو بالصيني، لو بالهندي، لو بأي لغة بالعالم بيبحث عندي الإنترنت، إذا بيبحث عندي الإنترنت. عشان هيك احنا ايش؟ نبحث بجميع لغات العالم. بدي احفظ اي صورة من موقع الانترنت بالضغط بزر الفأر الايسر. هسه نفتح صفحة 103، كاتب لك ملاحظة تحت، هي بحثنا عن الكرة الارضية زي ما عملنا وباللغتين بالعربي والانجليزي، يمكن البحث بالانترنت بعدة لغات، هي ملاحظة تحت فوق كلمة 103، فعلا باللغة الانجليزية او بالعربية. صفحة 104 بتحكي لك حفظ الصورة ونسخ النصوص من مواقع الانترنت. بحكي لك صفحة 105 اضغط على حفظ الصورة باسم، انا بدي اروح على
موقع تبعي واجي اقول له سوري، بدي اجي افتح حفظ الصوره باسم او سيف بيكتشر از، هيا سيف بيكتشر از، حفظ الصوره باسم، اضغط على حفظ الصوره باسم سيف بيكتشر از، قم بحفظ الصوره، هيا كبست عليها فتحت لي وين انا بدي احفظ الصوره، قم بحفظ الصوره بالمكان والاسم الذي ترغب به، انا بدي احفظه على الديسكتوب، هاي على الديسكتوب بدي احفظها، شو بدي اسميها؟ الكره الارضيه، الكره سوري الكره الارضيه، صح ولا لا؟ هاي احفظها على الديسكتوب، هاي سيف، بعدها بعمل سيف، بدي اجي على الديسكتوب واشوف حفظ لي صوره الكره الارضيه، هيها الكره الارضيه، فهمنا كيف؟ إذا أنا بروح على أي صورة بضغط بزر الفأر الأيمن، بعدين إيش؟ بعمل حفظ الصورة باسم Save Picture As. Save Picture As. يمكن حفظ أي صورة من موقع الإنترنت بالضغط على زر الفأر الأيسر واختيار حفظ باسم Save Picture As، ومن ثم اختيار المكان الذي نريد حفظ الصورة فيه. أنا حفظتها على الديسكتوب. بعدها بحكي لك الصفحة اللي بعديها بحكي لك عندنا ملاحظات. يمكن فتح برنامج إنترنت إكسبلورر اكسبلورر بالنقر المزدوج عليه بزر الفأر الأيسر إذا كان موجود على سطح المكتب. بحكي لك أنا عندي هاي الإنترنت اكسبلورر، إذا ضغطت بزر الفأر الأيسر مرتين نقرة مزدوجة رح يفتح لي الإنترنت اكسبلورر. طبعا هو لسه بيفتح. هلا بفتح لنا إياها. نرجع لصفحتنا. لكل موقع عنوان خاص به ويستحيل تكراره www.google.com، ما فيش غير موقع واحد بالعالم اسمه www.google.com. أثناء تصفح يتحول شكل المؤشر لهذه الإيد، وهذا يعني أنه سينقلك إلى مكان آخر داخل أو خارج الموقع عند الضغط على نفس المكان. المكان الموجود فيه هذا الإيد إذا أنت ضغطت عليه راح يوديك لصفحة أخرى داخل صفحة داخل موقعك أو خارج الموقع اللي أنت فيه. يمكننا البحث في الإنترنت بعدة لغات، يا بالإنجليزية، يا بالعربية، يا بالصيني، يا بالهندي، يا بالإيطالي، يا بالألماني. يمكن حفظ أي صورة من موقع الإنترنت بالضغط بزر الفأر الأيسر واختيار إيش؟ Save as، Save picture as، حفظ باسم، ومن ثم اختيار المكان الذي نرغب به. وهيك بنكون خلصنا مادتنا يا صف رابع. يعطيكم ألف عافية وكل عام وأنتم بخير.